ذاك اخويا تسكتهم بزاف. تهلا فيك. اه تهلا فيا مزيان. وليتي بوكوصا؟ اه. قول لي. اه. ما عمرك تلاقيتي مع شي واحد بحال هكا في هذه الحالة بحال هكا؟ لا. زعما شي واحد قال لك اجي نحسن لك؟ لا. ياك؟ الحمد لله. شحال انت اخويا كتعيش في الزنقة؟ ماشي غاشوخ مشوخ. تاوزلت. الله يزيد لك شي تاول ديال الخير. اذا المشاهدين الكرام كيف شفتوا الشاب الحلاق اللي كيدور كيقلب على الاشخاص اللي في وضعيه صعبه وكيحسن لهم، هانتوما شو كيفاش كان هذاك الشاب في الاول وهو سال له الحلاقه في هذه الاثناء. فرحان. 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 تهلا فيك السيد. تهلا فيا مزيان. شكرا اخويا نور الدين. ياك نور الدين؟ لا فارس الخميسي. فارس الخميسي سي فارس. شكرا. كنشكر عاوتاني القناه ديال شوف تي في. لا مرحبا اخويا هذا واجب. اللي عاونتني على هذا العمل الجمعوي. وكنشكر. لا عمل انساني كبير. بالعكس. حسن لي وفهمتي وكنتمنى من الله كاع الحلاقه يديروا بحالي باش يمشيوا للدار العزازه والخيريه طلع وخرجوا الشوارع يشوفوا الناس كيفاش عايشه. ويتعاونوا ويديروا يد في يد باش ما يبقاش هذا الشيء هذا بحال هكايا. واش نقول لك؟ كنمشي في شي حوايج الحمد لله وصافي والله. شكرا شكرا. وكان اللي بغى اللي بغى يحسن قبيله قلت ونعاود نكررها. اه اللي عنده شي اعاقه في دارهم بغى يحسن لي مرحبا بي. راه انستغرام ديالي فارس الخميسي، الكونت ديالي ديال الفيسبوك فارس الخميسي، النمرة ديالي 06-09-93-44. مرحبا بي في اي وقت في مدينة في اي بلاصة في اي حومة نجحان تحسن لهم فابور. فابور سبيل الله. سبيل الله. شكرا شكرا اخويا. اذا انتم شفتوا مشاهدينا الكرام كيفاش هذا الشاب كيدور كيقلب على الاشخاص اللي في وضعية صعبة كيحسن لهم. تلقى مع هذا السيد صادفوا هو حسن له قاد له راسه حسن له وجهه فابور. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. سي فارس الخميسي راه قال الرقم ديالو. مرحبا خويا. سي فارس الخميسي قال الرقم ديالو اللي عنده شي شخص. لا مرحبا خويا. اللي عنده شي شخص في حاله وفي شي وضعيه صعبه يحسن بغى يحسن يتصل بالرقم ديالو. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله والى مباشر اخر.